بسم الله الرحمن الرحيم. مع حضراتكم الأستاذ ياسر محمد نجيب من مدرسة الشريف الخاصة لغات. في الفيديو ده هنقدم لحضراتكم كل ما يتعلق ببنك الأسئلة. علشان توصل لبنك الأسئلة بتعمل إنشاء اختبار وبتدخل على جديد. طبعا زي ما ذكرنا في الفيديو الخاص بالاختبارات، حضرتك هتكتب بيانات الاختبار وبعد كده هندخل على الأسئلة. هنختار السؤال الأول بالشكل اللي حضراتكم عايزينه، وبعد كده هيظهر عندك إضافة من بنك الأسئلة، إضافة سؤال جديد لو أنت اللي هتضيف بشكل تقليدي إيه السؤال اللي أنت هتحطه، إنما إضافة بنك الأسئلة ديت بتفتح لحضرتك إيه هي الأسئلة اللي أنت استخدمتها قبل كده، فبيبدأ يوضح لك بنك الأسئلة اللي موجود في حسابك كمعلم إن السؤال ده نوع مطابقة. لو أنت عايز تستعرض السؤال ده هنا فيبدأ إنه يوري لك السؤال ده أو السؤال التاني فتبدأ تستعرضه. في بنك الأسئلة ده هتلاقي كل الأسئلة اللي أنت سبق انك استخدمتها قبل كده. لو انت عايز تستخدم سؤال من الاسئله دي بتقول له اضف الى الاختبار القصير، فبيبدا انه يحط السؤال بنفس الاعدادات بتاعته بنفس الدرجات بنفس الاختيارات اللي انت استخدمته بيها قبل كده. طبعا تقدر تغير في الاختيارات بتاعته او الاعدادات بتاعته بالشكل اللي انت عايزه، ولكن فكره بنك الاسئله دي هي مجرد فكره لتوفير الوقت بتاعك كمعلم اثناء بناء الاختبارات. ولكن طبعا علشان تستفيد من فكره بنك الاسئله لازم تكون اعديت اختبارات مسبقا قبل ما تستخدم بنك الأسئلة. بكده نكون شرحنا كل ما يتعلق ببنك الأسئلة. بنشكر حضراتكم ونتمنى للجميع كل التوفيق، ونتمنى تشرفونا باشتراككم في القناة.